ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا يجوز هذا، تطلب الشفاعة من الله، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تطلب الشفاعة من الله، تقول اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، تطلبها من الله جل وعلا، ولا تطلبها من المخلوق، إنما تقول اشفع لي عند فلان في أمور الدنيا لا بأس. نعم.